اختتام النسخة 19 من البطولة الرياضية التي نظمها الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، بطولة تستهدف المؤسسات العلمية والمهنية على مستوى التعليم العالي في البلاد. وجمعت المباراة النهائية فريقي الملحق رقم 2 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية وفريق المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية الذي حسم المباراة النهائية لصالحه وتوج بطلا للبطولة الرياضية. وأثنى بعض المشاركين على الأجواء التي اكتنفت البطولة الرياضية المختتمة من حسن تنظيم وتنوع الفرق المشاركة. وعرفت البطولة المختتمة مشاركة وصيفة الكبيرة حيث شارك فيها زواو 122 فريقا يمثلون مختلف المؤسسات العلمية والمهنية في المراحل الأولى للبطولة. تأهلت منهم للمجموعة الثانية أربع فرق ليصل فريقا الملحق 2 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية إلى الأدوار النهائية ويخوض غمار التنافس للفوز بكأس البطولة الرياضية. ويذكر الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا الذي يعد أحد أكبر الاتحادات الطلابية في البلاد أن البطولة عرف سنوي دأب على تنظيمه لشحذ همم الطلاب وتشجيعهم على التنافس الإيجابي وتعزيز الأخوة والترابط بين الطلاب ودعم الوحدة الوطنية، إضافة إلى دفعهم للاستفادة من العوائد الصحية والبدنية والذهنية لممارسة الرياضة عموما وكرة القدم على وجه الخصوص.